بونسوار. نبدا جولتنا على اسواق اليوم مع اعلان اعمار مصر تقديم 14.9% من اسهمها بطرح عام اولي بالقاهره بين 16 و25 حزيران. ايضا خفضت اعمار سعر طرح ال 600 مليون سهم بالبورصه المصريه من 367 مليون دولار ل 353 مليون دولار. من المتوقع ادراج شركه اعمار يكون اكبر تعويم ببورصه القاهره من سنه 2007. اما الاسهم فرح يتم تسعيرها 4.49 جنيه مصري لكل سهم كحد أقصى، مما بيعني أنه الطرح رح يجمع نحو 353 مليون دولار. ومننتقل للخطوط الجوية الماليزية اللي أعلنت إفلاسها تقنيا مع إعلان الرئيس التنفيذي عن برنامج إعادة هيكلة، إضافة لقرار إلغاء نحو 6000 فرصة عمل. هالإعلان كان متوقع وقتها من بعد تعيين الرئيس التنفيذي الجديد كريستوف مولر بأيار، اللي أكد بمؤتمر صحفي أنه تراجع الأداء بدأ من زمان وتحديدا قبل الحوادث المأساوية اللي وقعت سنة 2014. من المتوقع أنه تستمر شركة الطيران بالعمل بشكل طبيعي من دون تأثر رحلاتها الجوية بالقرارات الحالية. ومننتقل لدولة الإمارات، حيث كشف المصرف المركزي أنه الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي سجلت نمو شهري قياسي بنسبة 8.9% وبلغت 194.2 مليار درهم بنهاية شهر نيسان سنة 2015 مقابل 185.3 مليار درهم بنهاية أدار الماضي. أما الخبر الأخير لليوم من أوكرانيا، حيث توقعت بعثة صندوق النقد الدولي أنه يتقلص الاقتصاد أكثر مما كان متوقع، أي 9% لسنة 2015. فالنزاع المستمر بشرق البلاد عم بيأثر سلبا على الاقتصاد بالربع الأول من 2015، بالإضافة لوصول معدل التضخم بأوكرانيا ل 46% بحلول نهاية السنة. هذا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة.